أهلا وسهلا، مكملين مع شيرين تيم. عملت لنا أول إشي الرز على الطريقة الإيرانية، كان فيه زعفران. وناخد مقادير السلطة أول. نحط البطاطا حتى نعمل دقيقة، خليني أخذ المقادير. أوكي. اللي هي سلطة الأولفية، سلطة كمان إيرانية. اللي حنحتاج للسلطة الأولفية 1.5 كيلو بطاطا مسلوقة ومهروسة، بدنا 3 صدور دجاج مسحبة ومسلوقة ومقطعة رفاع، بدنا 1 كوب بازلة مسلوقة، 5 بيضات مسلوقين، بدنا 4 مخلل خيار مقطع صغير، بدنا 1 كوب مايونيز، بدنا 1/2 كوب ليمون، وملح طبعا حسب الرغبة. كمان هاي السلطة الأولفية سلطة إيرانية. بالزبط. أوكي، خلينا نشوف كيف نعملها. هلا أول شيء أنا سلقت البطاطا، هرستها ناعم. طبعا في ناس كتير بسلق البطاطا غلط، بسلقوها بقشرها وزي ما هي، يعني حبات صغيرة. لا. أول شيء بتضلها يابسة، وثاني شيء ما بتدخل هيك فيها المي. أنا مش حاطة ولا شيء، بس البطاطا. هاي بس البطاطا. يعني قشرتيها وسلقتيها؟ قشرتها وقطعتها وسلقتها. هيك بتكون سلسة وسهلة إني أشتغل فيها. أوكي، إذا هون مش أنت مش ضايفة عليها ولا حليب ولا زبدة ولا شيء. هذا بخلينا نستغني يعني عن بقية الأشياء. بعدين بنحط الدجاج. زاكي، إذا الدجاج مسلوق ومقطع و طبعا لازم يكون كل إشي بارد بنعمله فيها. هم بيعتبروها سلطة، بس احنا كمان ممكن نعتبرها زي وجبة خفيفة او عشاء سندويشات، يعني اذا عملت بخبز كتير زاكي والله. بنحط البازيلا. لا، قبل ما نحط البازيلا نحط شوية مايونيز اول، لانه ما بدنا نحرك البازيلا كتير عشان ما تتخربش. صحيح، بتفتفت وتتكسر. والبيض ولا البيض على الوجه؟ لا، البيض برضه راح عم نحط الليمون. بالضبط. طبعا الملح والليمون حسب الواحد كيف بحب طبعاً. يعني نملح البطاطا اوريدي يعني شوي. عم بطلع شيرين عن جد منظر الرز كتير زاكي والله. في كتير لسه اطباق ايرانيه كتير، يعني الايرانيه بيهتموا كتير بمنظر الاكل، يعني اهم طريقه تقديمه. بس هلا عيدي لي الزرشك مثلا، اذا لقيناه ناشف سلقتيه اول؟ مش سلقته، بنقعه بمي مع سكر. ايوه، بعدين بخليه على الغاز بقلايه يشرب المي هاي. بعدين بحط شويه زيت بس عشان نعطيه شويه لمع. زاكي طعمته كتير هيك حامض، زاكي بيشبه الكرانبري يعني او هيك. هلا بنحط البازيلا طبعا شوي شوي. طبعا شوي شوي على البازيلات. طبعا البازيلا كمان مسلوقه شوي. انت هون استعملتي المفرزه؟ المفرزه. المفرزه بتضل خضرة يعني بتحسي. صح، ما هي مفرزه. يعني فريش. والمخلل. زاكي المخلل حامض لازم يكون، مش حلو. سوسو السيد بتسلم علينا. وبعدين يا ستي صباحكم عسل. هلا بنحط البيض. صباح الخير. اوبل اوبل فيكتور الكرك، يا سلام. يا شيرين كمان حموده لوشاح اظن. صفحه شيرين قلنا، صفحه شيرين هي مطبخ شيرين. أسيل على الخط. ألو، معي. أهلا وسهلا أسيل. مرحبا. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ مرحبا، أهلا. متأسفة تأخرنا عليكي. مش مشكلة. تفضلي يا أسيل. أنا حابة أشكر البرنامج، كثير ممتع وقناة كثير حلوة، الواحد يستمتع وبختار فيها. تسلمي. وحابة أشكر شيرين على الأكلات الطيبة اللي سوتها، كثير زاكية. أهلا حبيبتي. وشكل التقديم كتير حلو. تسلمي. شكرا أسيل، دائما بتحضرينا؟ أكيد. عم تنمي مهاراتك في الطبخ من فقرة. شكرا لاتصالك أسيل، وشكرا لمتابعتك. أهلا وسهلا. هلا هيك احنا خلصنا. هاي خلصنا البيض، ما شفت امتى حطيتيه، وانا بحكي حطيته باخر شيء. اخر شيء عشان حركه بسيطه. بالضبط. اوكي، انت جايبتي لنا طبق جاهز بس ما بيختلف عن هذا، مش هيك؟ نفسه هو، بس انا حطاه بصحن ثاني. اشوف كيف بصير شكله. اوكي، نفس الشيء. اوكي، طبعا ممكن تضل بالثلاجه لمده 3 ايام. غطيها كويس، ما بصير لها شيء.
وهي طبعا وجبه متكامله يعني فيها يعني كثير منيحه كمان للاطفال أكيد. والكبار طبعا بالعمل. طبعا هلا اهم شيء الزينه. هلا هذا التزيين شغلك؟ حطيتي الخيارة وجويتها، ايش اللي جوا؟ بطاطا؟ بطاطا عملتيها على شكل وردة. معنا اتصال فايزة. هلو، مرحبا يا عمر. اهلا وسهلا يا ست فايزة، كيفك يا حلوة؟ تمام الحمد لله، كيفك انت؟ الله يسعدك يا عمر، الله يخليك. تفضلي. كثير بشكركم على هالبرنامج، عن جد انه حلو. الله يسعدك، شكرا. واحنا بنكون كثير سعيدين انه بنقدم شغله حلوه، والناس اللي عم بيستقبلوا منا اشياء حلوه وعم تعجبهم، هذا بنكون احنا فخورين فينا. احسن انجازه لما الناس بيكونوا مبسوطين من اللي بنقدم لهم اياه. الله يخليكي، وبدي اشكر الشيف اللي عندك، كثير يعني رائعه. شاطره مش شيف؟ شكرا حبيبتي. شكرا. من وين عم تحكينا يا فايزه؟ انا من هون، من عمان. اهلا وسهلا فيكي، اهلا وسهلا يا فايزه. الله يخليكي يا رب. بدي تسلمي لي على ديما، كثير السلام. سوري؟ أنا كثير من زمان عم بتصل، بس اليوم اللي لقط معي الخط. يعني شكرا لاتصالك، ومتأسفين إذا نحن غلبناكي، وأهلا وسهلا فيكي دائما. شكرا.